نشوف كحك العيد ده اصله ايه. ويعني اغششكم كده، هو اصله مصري، كحك تراث مصري خالص موجود من الاف السنين وظهر على جداريات المعابد المصريه القديمه. ايه حكايه الكحك وازاي ابتدى؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. عيد يعني كعك، هو واحد من عادات المصريين منذ الاف السنين، ظهر على جداريات المعابد المصريه. نساء يحملن قرابين من الكعك، وهي مشاهد تذكرنا بنساء الريف والمناطق الشعبية التي يحملن صاج الكعك ويذهبن به للأفران لتسويته. وتعددت مشاهد صناعة الكعك في مصر القديمة وظهرت في مقبرة الوزير رخمي راع. تفاصيل طريقة صناعة الكعك بداية من وضع العسل على النار لإذابته، ثم إضافة السمن عليه، ثم إضافته على الدقيق، وانتهاء بتشكيل العجينة ووضعها في الفرن. كما عرف المصري القديم حشو الكعك بالتمر والتين وتزيينه بالزبيب. في تاريخ الحضارة الإسلامية كان الكعك جزءاً من طقوس احتفالات المصريين، فيذكر المؤرخون أنه في عهد الدولة الطولونية التي أسسها أحمد بن طولون كان يصنع الكعك في قوالب خاصة مكتوب عليها كل وشكر، ثم تطور في عهد الدولة الإخشدية والفاطمية وأصبح من مظاهر الاحتفال بالعيد. ففي العصر الفاطمي كانت تخصص مبالغ كبيرة لصناعة الكعك، وكانت المصانع تبدأ في صناعته منذ منتصف شهر رجب، وكان الخليفة يتولى توزيعه بنفسه على عامة الشعب، وبداخل كل كعكة دينار من الذهب. واستمر كعك العيد بأشكاله المختلفة مقتبساً من عادة مصرية قديمة تطورت على مر العصور، لكن ما زال الكعك مصدر الفرحة وبهجة العيد.